هذا يا ستي من اللي انتي ومالك بالطويل ابن اختي له عم يخطب سنتين وما كان يجتمع ببنت تعجبه وتخطف له قلبه. بقى انا شو قلت لحالي برقد انكنتكم سبحان الذي خلقها باحلى صوره الا شيء اخت مشان ندل ابن اختي عليه حتى يروح يشوفها. يا ستي مثل ما خمنتي مضبوط، كنتنا عندها اخوات شيء اكبر منها وشيء اصغر منها. ما شاء الله ما شاء الله، وكلهم هيك جميلات وحلوات وقاطعين الغرام. قد ما تقولي واكثر، ما شاء الله حولهم الخطاب على باب بيتهم، مثل اللي واقف بالدور على باب الفرن عم يشتري خبز، بقى عجلوا واخطبوا يا بتلحقوا يا ما بتلحقوا، انتوا حظكم. شكلك مقلو. ايه انا بعرف، سبحان الذي يغير ولا يتغير. زينه بدي اسالك سؤال. تفضلي. أختك بتشبهك ولا أحلم منك؟ أنا وأختي الخالق الناطق فولة وانقسمت نصين. لا إيه هيك ما رح يمشي الحال بنوب. أنا حال؟ إيه لا لا ما في شيء أستاذ نبيل، بس كنا نحن رايحين مشوار وبطلنا. إيه